السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نشرة الأخبار من استوديوهات سهيل، والبداية بأبرز العناوين. قوات الجيش الوطني والمقاومة تواصل التقدم في مختلف جبهات الجوف، والميليشيا تتكبد خسائر فادحة. القوات المشتركة تطبق الحصار على الميليشيا في مركز الدريهمي، والخارجية تدين التصعيد الحوثي. الميليشيا تواصل الزج بالأطفال في محارق الموت، واليونسيف تنفي مزاعم الحوثيين حول لقاحات التحصين. تفاصيل الأنباء أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. بعث رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي برقية تهنئة إلى سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابري الصباح بمناسبة تزكيته وليا للعهد في دولة الكويت الشقيقة. وأشاد رئيس الجمهورية بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين من تطور وازدهار في مختلف المجالات. وثمن رئيس الجمهورية المواقف الأخوية للكويت قيادة وحكومة وشعبا إلى جانب اليمن وشعبه في مختلف المراحل والظروف، وأشار إلى إسهامات الكويت الإيجابية ودعمها الكثير لليمن والكبير على مختلف الأصعدة، وأكد بأن تلك الجهود ستظل حاضرة في وجدان وذاكرة الشعب اليمني. بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر برقية تهنئة إلى أخيه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة تزكيته وليا لعهد دولة الكويت. ونوه نائب رئيس الجمهورية بمستوى العلاقات الأخوية بين بلادنا والكويت وما يجمعهما وشعبيهما الشقيقين من أواصر المحبة والإخاء. وثمن نائب الرئيس وقوف الأشقاء في الكويت إلى جوار اليمن وأمنه واستقراره وبنائه، وما أرساه الفقيد الراحل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح من معالم وبصمات نبيلة في مختلف المراحل التي مرت بها البلاد. وأعرب نائب الرئيس عن أمنياته لسمو الشيخ مشعل الأحمد بالتوفيق والسداد في المهام الموكلة إليه بما يخدم الوطن والشعب والأمة ويعزز من مستوى العلاقات الأخوية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين. أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر بأن تضحيات الأبطال في محافظة الجوف وما حققوه من نصر في مواجهة الميليشيا الإنقلابية سيكون بوابة اليمنيين لاستعادة الدولة وبناء اليمن الاتحادي. وبارك نائب الرئيس خلال اتصاله بمحافظ الجوف اللواء أمين العكيمي الانتصارات والإنجازات الميدانية العظيمة التي سطرها أبطال الجيش الوطني بمساندة رجال المقاومة الشعبية ودعم الأشقاء في التحالف بقيادة المملكة في جبهات القتال المختلفة بمحافظة الجوف. وأشاد نائب الرئيس بالتفاف كل القبائل والمكونات المجتمعية مع الجيش في معركة المصير الواحد لاستعادة الجمهورية والدولة. وأعرب نائب رئيس الجمهورية عن خالص الشكر والتقدير للأشقاء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة لدورهم الكبير في مساندة الشرعية ودحر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران. تواصل قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية تقدمها لليوم الثالث على التوالي في مختلف جبهات القتال ضد ميليشيا الحوثي في محافظة الجوف. وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة بأن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة تمكنت اليوم من تحرير مساحة واسعة باتجاه جبل صبرين وبير المرازيق. أضاف المصدر بأن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بخمس غارات جوية دقيقة عربت بي تي آر وأطقم قتالية وعيار 23 وتجمعات للميليشيا الحوثية. وأوضح المصدر أن أبطال الجيش تمكنوا من التقدم غرب معسكر الخنجر الاستراتيجي، وتم تحرير عدة مواقع أهمها خليل الزور والتباب الجنوبية، مؤكدا استمرار العملية العسكرية وسط تقدم ثابت لأبطال الجيش وانهيار كبير في صفوف الميليشيا. هذا وأكد العميد هيكل حنتف قائد المحور الشمالي في الجوف بأن قوات الجيش والمقاومة تواصل تقدمها في مختلف جبهات النضال. جاء ذلك في تصريح له من داخل معسكر الخنجر عقب دحر ميليشيا الحوثي من المعسكر وكافة المواقع المحيطة به. نحن اليوم في تاريخ 18 من نفس المكان الذي صرح فيه وزير دفاعهم، من هذا المكان الذي نجس هذا المكان بقدمه.
نحن اليوم عدنا بقيادة المحور وقادة الوحدات لتطهير معسكر الخنجر وما حوله من مواقع مهمة وخاصة أرقيب والبرقاء، وإطلالنا الآن على محمولة. نترحم على شهدائنا الأبرار ونسأل الله أن يقبلهم ويشفي جرحانا بعد الاستهداف الغادر الذي حصل من العدو، وهذا الاستهداف يتعامل به العدو دائما أكثر من مرة. نقول لوزير دفاعهم وتعاملهم الغادر قادة وحداتنا في مقدمة المسارات التي حققت هذا الإنجاز، قادة المسارات قادة الوحدات. بفضل الله تعالى نبشر أنه النصر غاب قوسين أو أدنى، نبشر قيادتنا السياسية أن العدو في تراجع وأنها أيام نحتاج منا إلى ترتيب أكثر لتحرير هذا البلد. نشكر شكر خاص العمليات المشتركة في 1501، نشكر قيادة قوة نجران، نشكر قائد العمليات المشتركة على هذه المتابعة والإنجاز والإسناد الجوي المختلف النظير. نعدهم أن نحقق إنجازات أخرى بإذن الله في الأيام القريبة العاجلة. قال اللواء الركن أمين الوائلي القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة، قال إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية كبدت ميليشيا الحوثية الانقلابية خسائر كبيرة شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف، مؤكدا بأن عشرات الحوثيين وقعوا بين قتيل وجريح وأسير. انطلقنا في الصباح الباكر من المعسكر وانطلقنا حتى السارة مسافة 40 كيلو، والحمد لله وسيطرنا على السارة، يسرنا أعداد كبيرة من بكيل المير ومن حلجة ومن الحديدة، وأيضا طاردنا عدة عربات وأحرقنا عربات متعددة الحمد لله، وذلك بفضل الله أولا ثم بالرجال الأبطال اللي حقا على الشعب اليمني كله أن يقبل أقدامهم هؤلاء الأبطال. الطيران دمر مدفع 37 ودمر عربة بإم بي وعدة وسائل، وأيضا دمر أهداف المرازيق، ولله الحمد. ومنا نشكر قيادة التحالف ممثلة في المملكة العربية السعودية في هذا اليوم المبارك. تم دعم الجيش الإجرامي وهم الآن يفرون أمامنا كالقدام في الصحاري، تم مطاردتهم وأسرهم وتكبيدهم خسائر فادحة، ونحن نقول لهم أننا لهم بالمرصاد، وإن شاء الله لن نكل أو نمل حتى يتم تحرير آخر شبر من أرض اليمن الطاهر الطيب. وكذلك نشكر قيادة التحالف ممثلة بالمملكة العربية السعودية على ما قدمته من ضربات جوية أوجعت الميليشيا الإجرامية، وكذلك نشكر أبطال الجيش الوطني على صمودهم الأسطوري ومطاردتهم، وتم بفضل الله اليوم تحرير وكذلك موقع العرق، ونحن الآن نطاردهم إلى أمام. نحن الآن أمام الفرائد، بجوار اللبنات العليا. أكد عدد من أبطال الجيش الوطني بأنهم ماضون في تحرير محافظة الجوف من الكهنوت الإمامي الحوثي وبتر أذرع إيران التي تعبث في اليمن وتزيد زعزعة استقرار المنطقة. نحييكم من مواقع الشرف والبطولة، حيث ترون في مواقع الأشراع في البرقة، حيث تشاهدوا قد تم التحرير بفضل الله عز وجل، وكل هذه المساحة التي حررت كما ترونها الرقيب الأبيض وكذلك الخنجر وما تبقى على الشيء البسيط، وهي حاجة بسيطة بإذن الله سبحانه وتعالى سيتم التحرير بعون الله سبحانه وتعالى. طبعا الألوية المشاركة هي ألوية المحور الشمالي كامل، اللواء السابع، اللواء 160، الآن في هذه اللحظات يتحرك ما تبقى من المحور الأوسط والمحور الجنوبي وألوية وكتائب المنطقة السادسة. فبإذن الله سبحانه وتعالى نحن قادمون وسيعم الخير أرجاء الوطن وسيتحرر بفضل الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا المكان كما ترون الآن له أهمية استراتيجية جدا، وأهمها وهو فتح الخط المواطنين الذي تجرعوا مرارة العذاب وتجرعوا
يعني صعاب هذه الطرق، فبفضل الله سبحانه وتعالى سهل لهم إن شاء الله هذا الطريق، وهذه يعني هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ثم بجهود الأبطال الذي خاضوا هذا الميدان الذي تجاوزوا الصعاب وتخطوا الألغام، فاستشهد من استشهد إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم ويجرح من جرح، ولا زلنا على المشوار بإذن الله سبحانه وتعالى حتى يتحرر هذا الوطن من أسر هؤلاء المجرمين. طبعا شنت قواتنا هجوما واسعا من يعني بالحد الميمنة من جهة بير المهاشمة حتى قريب لبير المرازيق. العمليات العسكرية مستمرة وحققت نتائج كبيرة جدا، ومواقع سقطت كثيرة، وتكبد العدو خسائر بشرية وعتاد كثير من يوم أمس 5 أكتوبر 2020 حتى يومنا هذا. العمليات العسكرية مستمرة مهمة مباشرة وتالية إلى ما بعد إن شاء الله سوق الثلوث والحزم والعقبة والحزم إن شاء الله، والعمليات العسكرية مستمرة إن شاء الله، والمفاجآت في القريب العاجل إن شاء الله سوف تكون أكبر من هذه الذي حصلت في هذه الأيام. الحمد لله تم السيطرة على موقع البرقة الاستراتيجي وعلى الخنجر وعلى الرقيب الأبيض وبير عزيز بإذن الله تعالى، ونحن قادمون لفتح الطريق إلى مارب، وقادمون إلى المحافظة وبعدها المحافظات الغربية بإذن الله تعالى. أنصح المغرر بهم أن يسحبوا أنفسهم، عادهم سالمين من المحرقة ومن السجون، فهم يمنيين ونحسبهم علينا، وليس مثل ما هم يحسبوا أنفسهم أعدائنا وإحنا أعداء لهم، نحن نحسبهم منا وإحنا منهم. نحن نطالبهم أن يتراجعوا إلى الحق من هذه الحرب اللي سحقتهم، سحقت الشعب اليمني. تم تحرير نقطة البرقة والجبال الخنجر وموقع الخنجر والعرق الرابط بين الحيط وبين محافظ في منطقة الخنجر، والحمد لله تم إخسار العدو في الأرواح والعتاد، مدرعات وآليات وأسلحة، واغتنموها الرجال لمصلحة الجيش الوطني، ولا زال الناس مواصلين وامورهم طيبه والحمد لله على كل حال. احتفاء بالذكرى 58 لقيام ثوره 26 من سبتمبر والذكرى 57 لقيام ثوره 14 من اكتوبر، تم دحر الميليشيات الايرانيه وخابت ظنونهم وتم دحرهم من جبال البرقه، وتحرير معسكر الخنجر وتحرير الخط الرابط من اليتمه الى المرازيق ومارب، ومعنويات الرجال مرتفعة والأمور طيبة، وإن شاء الله قدام حتى نوصل الحزم صنعاء والمعنويات مرتفعة عند الشباب، ولن تثنين الميليشيات بإذن الله. الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي مساء أمس اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه الأراضي السعودية. وقال المتحدث باسم التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، قال إنه تم اعتراض الطائرة وتدميرها في الأجواء اليمنية بعد أن أطلقتها ميليشيا الحوثي بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين باتجاه المملكة. يشار إلى أن هذه هي الطائرة الثانية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه الأراضي السعودية خلال 24 ساعة الماضية، ودمرتها دفاعات التحالف. أعدمت ميليشيا الحوثي الإرهابية صباح اليوم الخميس مسنا في منطقة الفازة بقرية المعارب بمديرية الدريهمي جنوب الحديدة. وقال شهود عيان بأن ميليشيا الحوثي أعدمت المواطن المسن علي حسن قشري بينما كان في متجره في قرية المعارف بعد رفضه لتسليم متجره. وتضاف هذه الجريمة إلى سلسلة جرائم ميليشيا الحوثي بحق المدنيين في مختلف مديريات المحافظة.
أحرزت القوات المشتركة تقدما كبيرا في جبهة الدريهمي جنوب الحديدة، وذلك في معركة خاطفة انطلقت فجر اليوم الخميس، تمكنت فيها من تحرير مواقع كانت تسيطر عليها ميليشيا الحوثية الإرهابية. وأفادت مصادر عسكرية بأن ألوية العمالقة والألوية التهامية تمكنت من تحرير مواقع الكوعي والخط العام شرق المديرية بعد سحق فلول ميليشيا الحوثية فيها. وأشارت المصادر إلى أن القوات المشتركة أطبقت الحصار على عناصر ميليشيا الحوثي في مركز مدينة الدريهمي، فيما قامت الميليشيا باتخاذ عدد من السكان كدروع بشرية. هذا وكانت القوات المشتركة قد صدت فجر اليوم الخميس هجمات الميليشيا في مناطق الخمسين ومدينة الصالح وكيلو عشرة، وألحقت بها خسائر كبيرة. من جهتها نعت ألوية العمالقة استشهاد القيادي الميداني في عمليات العمالقة صالح ميس المطرفي، وهو يؤدي واجبه في قتال ميليشيا الحوثية الإرهابية في جبهة الدريهمي، مشيدة بالنضالات التي سطرها الشهيد في مختلف جبهات المحافظة. أكدت وزارة الخارجية أن التصعيد الأخير لميليشيا الحوثية الانقلابية في الحديدة والاستهداف الهمجي للمنشآت العامة والخاصة وتعطيل عمل بعثة الأمم المتحدة شكل خرقا واضحا وتعديا على مقتضيات اتفاق الحديدة. ورحبت وزارة الخارجية ببيان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث الداعي إلى الالتزام باتفاق ستوكهولم. وقالت الخارجية إن الحكومة حرصت على الالتزام بما عليها منذ التوصل لاتفاق ستوكهولم في ديسمبر عام 2018، وتفاعلت بإيجابية مع كل الدعوات والمبادرات، بما في ذلك دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في مارس 2020. دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، دعا إلى الوقف الفوري للتصعيد العسكري في الحديدة، وأعرب في بيان نشره على الموقع الرسمي لمكتبه، أعرب عن قلقه البالغ من التصعيد العسكري الذي حدث مؤخرا في محافظة الحديدة والتقارير الواردة حول وقوع عدد من الضحايا المدنيين بمن فيهم نساء وأطفال. وقال إن التصعيد العسكري لا يمثل انتهاكا لاتفاقية وقف إطلاق النار في الحديدة فحسب، بل يتعارض مع روح المفاوضات القائمة التي ترعاها الأمم المتحدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في كافة أنحاء اليمن وتدابير إنسانية واقتصادية واستئناف العملية السياسية. هذا وتشهد مدينة الحديدة وعدد من مديرياتها الجنوبية في المحافظة تصعيدا عسكريا كبيرا منذ مطلع الأسبوع الجاري على خلفية محاولة ميليشيا الحوثي التقدم في مناطق سيطرة القوات الحكومية المشتركة، ما أدى لنشوب مواجهات هي الأوسع والأشرس منذ أكثر من عامين. أكد نائب رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح الأستاذ عدنان العديني، أكد على ضرورة توحيد الجهود وردم فجوات الخلاف بين الصف الجمهوري. وقال العديني في تغريدة على تويتر إن ميليشيا الحوثية الانقلابية كيان نبت من بين فجوات الخلاف وينمو بين شقوقها، وعلى اليمنيين ردم هذه المستنقعات لتنعم بلدهم بالاستقرار. وأوضح العديني بأن الحوثي يقف على خطى الرسي وبنيه حارسا لكل الفجوات بين القوى اليمنية، ويبذل جهده لتوسيعها وإعاقة أي جهد لردمها. وقال العديني حين تقف في الجبهة المناوئة للحوثي فأنت وأنا في جبهة واحدة، وإن تباعدت المواقع وضعف التنسيق فكل ما بيننا نحن اليمنيين من تباينات لا يمكن أن تحجب عنا التباين بين اليمن والحوثي. وأشار العديني إلى أن الإمامة منذ وفدت لليمن عملت على بعث الخلافات البينية بين أبناء اليمن ليسهل عليها إخفاء كم هي غريبة. وحي العديني كل جهد وعرق ودم في معركة التحرير الوطني من عمق الصحراء في مارب وحتى سواحل البحر في الحديدة وفي كل مكان فوق تراب الوطن. أكد الدكتور أحمد عبيد بن دغرة مستشار رئيس الجمهورية على أهمية الاحتفاء الواسع بذكرى الثورة اليمنية 14 من أكتوبر المجيدة دفاعا عن الهوية الوطنية التي تتعرض لمحاولة المصادرة. وقال بن دغرة في سلسلة تغريدات على تويتر، قال بعد أيام سوف نحتفل بالذكرى 57 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة
الثورة التي حررت جنوب اليمن من الاحتلال ووحدت الجنوب من باب المندب إلى المهرة وأعادت مسار التاريخ إلى سياقه الطبيعي حتى تحقيق الوحدة اليمنية. ونوه بن دغر إلى أن الوحدة اليمنية كانت الحدث الأكثر أهمية في حياة اليمنيين وتتعرض اليوم لهجوم متعدد الوجوه. وأشار بن دغر إلى ذكرى ثورة أكتوبر المجيدة وأنها مناسبة أخرى للتعبير عن المشاعر الوطنية وإظهار الوعي المتمسك والمنافح والمدافع عن الهوية الوطنية اليمنية التي يراد مصادرتها لصالح المشروع الاستعماري المعروف باسم الجنوب العربي، المشروع الذي رحل برحيل بريطانيا من جنوب اليمن وسقط بسقوط الاحتلال. ودعا بن دغر إلى رفع أعلام الجمهورية اليمنية وصور الرئيس هادي في كل مكان وترديد النشيد الوطني، كما أنشده وينشده أبطال الثورة والتحرر والكرامة وصانعي الاستقلال. وقال بن دغر: يجب أن نتمسك بمشروع الدولة الاتحادية وندافع عنه نهارا جهارا. وأكد بن دغر تمسك أبناء الجنوب بهويتهم الوطنية اليمنية، وأشار إلى أن ذلك ظهر جليا في لودر ومودية وعتق وسيئون، كما ظهر من قبل في عدن والحوطة وزنجبار والمكلا والغيضة وسقطرى. وأوضح بن دغر بأنه ليس هناك أخطر على الشعوب أكثر من الصمت إزاء هدم وتدمير قواعد حياتها المشتركة، وقال: إننا في اليمن نتعرض لهذا النوع من المخاطر التي تمس الهوية ووحدة الشعب والأرض. لقي 35 طفلا مصرعهم أثناء قتالهم في صفوف ميليشيا الحوثية الانقلابية. الأطفال ينتمون إلى منطقة واحدة في محافظة المحويت، وزجت بهم الميليشيا في محارق الموت مع المئات من المغرر بهم. وتواصل ميليشيا الحوثية استهداف الطلاب والمعلمين كسياسة ممنهجة لتجهيل الشعب والقضاء على التعليم. بالجملة تلقي ميليشيا الحوثي بالأطفال إلى محارق الموت، فمن منطقة واحدة بمحافظة المحويت قتل 35 طفلا في جبهات القتال في أطراف محافظة مأرب والجوف والبيضاء، زجت بهم الميليشيات مستغلة الوضع المعيشي الصعب للأهالي وانعدام المرتبات منذ سنوات. آخر إحصائية وصلتنا مقتل أكثر من 35 طفل مع قايتهم، يعني ما يسمى لواء المحويت، وقايتهم المدعو إبراهيم الحيمي من مديرية شباب كوكبان منطقة الأهجر. أغلب هؤلاء الأطفال من منطقة الأهجر والقرى المجاورة لها. استغلت جماعة الحوثي الوضع المعيشي المر الذي يمر به غالبية المواطنين اليمنيين بسبب انقطاع مرتباتهم، بسبب عدم وجود فرص أعمال. وكان التقرير الصادر عن فريق الدوليين المعني بحقوق الإنسان مؤخرا أكد أن ميليشيا الحوثي عسكرت المدارس في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وأجبرت المدرسين على تلقين الطلاب شعاراتها وتحريضهم على الالتحاق بجبهات القتال، معتبرين أن الأطفال أكثر تقبلاً للفكر الحوثي وللتجنيد مستقبلاً. وتمر هذه الانتهاكات والجرائم الجسيمة بحق الطفولة في مناطق ميليشيا الحوثي في ظل صمت وغياب غير مبرر من قبل المنظمات الدولية المهتمة بالطفولة، وضمن الإمعان في استهداف الطلاب والمعلمين ومنتسبي المؤسسات التعليمية. قتل معلم في مديرية بلاد الطعام بمحافظة المحويت برصاص قيادي في ميليشيا الحوثي. وقال مصدر محلي إن القيادي في الميليشيا المدعو أبو نصر روبع أطلق النار على المعلم عبد الأشول أثناء محاولته تصوير حادثة اعتداء على أراضي المواطنين في عزلة جداجد من قبل الميليشيات وأرداه قتيلا على الفور. وفي ذات السياق أكد المسؤول الإعلامي لنقابة المعلمين اليمنيين يحيى اليناعي مقتل 1579 تربوي على يد ميليشيا الحوثي منذ انقلابها في 2014، بينهم 14 معلما قضوا تحت التعذيب في سجون الحوثيين، إضافة إلى اعتقال وتهجير الآلاف. نفت منظمة اليونسيف مزاعم ميليشيا الحوثي بشأن عدم صلاحية شحنة لقاحات خاصة بتحصين الأطفال قدمتها المنظمة في 13 من أغسطس إلى صنعاء، وتضم 492 ألف جرعة من لقاح الروتا. وأكدت المنظمة أن شحنة لقاحات الأطفال التي وصلت إلى مطار صنعاء صالحة للاستخدام خلال العمر الافتراضي حتى أغسطس 2021.
وقالت المنظمة إنها تتبع معايير وإرشادات دولية صارمة في شراء اللقاحات واستخدامها في جميع عملياتها حول العالم بما في ذلك اليمن، مشيرة إلى أنها قررت إعادة الشحنة بناء على طلب ميليشيا الحوثي من أجل تجنب الاحتفاظ بها في اليمن واحتلال المساحة المحدودة لتخزين اللقاحات. قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن أوتشا إنه من المتوقع أن يتأثر أكثر من مليون يمني بسبب تخفيض المساعدات الغذائية اعتبارا من ديسمبر المقبل ما لم يتم تأمين تمويل إضافي لهم. جاء ذلك في التقرير الشهري للمكتب عن الوضع الإنساني في اليمن، وأوضح التقرير بأن حوالي 9 ملايين يمني تأثروا بسبب تخفيض المساعدات الغذائية منذ إبريل الماضي. وأشار أوتشا إلى أن معظم برامجه ستغلق أو ستتأثر ابتداء من الأسابيع المقبلة ما لم يكن هناك دعم إضافي. ونوه التقرير إلى أن معظم الوكالات اضطرت لتخفيف برامجها حيث تم قطع الدعم عن 300 منشأة تقدم الخدمات الصحية لمئات الآلاف من النساء والفتيات والأطفال. وتشكو منظمة الأمم المتحدة العاملة في المجال الإنساني في اليمن من نقص التمويل ما دفعها إلى وقف أكثر من ثلث برامجها في اليمن. أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج على أهمية تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على الصمود وإيجاد توازن بين تدخلات البنك الدولي في الدعم الطارئ والدعم التنموي طويل الأجل. جاء ذلك في كلمة العوج بمستهل الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي. وتطرق العوج إلى التحديات التي تواجهها اليمن جراء الفيضانات الأخيرة وتفشي الأمراض والأوبئة وهجوم أسراب الجراد وتدهور الوضع الاقتصادي والصحي والاجتماعي واتساع شريحة السكان تحت خط الفقر حيث وصلت إلى أكثر من 70%. وأشار وزير التخطيط بالاستجابة السريعة لمجموعة البنك الدولي في دعم اليمن للتعامل مع مكافحة أسراب الجراد وتفشي وباء كورونا ما ساهم في تعزيز القطاع الصحي وتحسين سبل العيش في المجتمع. ودعا رئيس البنك الدولي إلى إعادة فتح مكتب البنك في العاصمة المؤقتة عدن. وضع وزير النفط والمعادن أوس العود ومحافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو حجر أساس لبناء إدارة فرع شركة النفط بالمحافظة وملحقاته ومحطة نموذجية. وقال وزير النفط والمعادن أوس العود إن وضع حجر أساس لمبنى فرع الشركة يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الرب منصور هادي للنهوض بالقطاع النفطي وبناء مؤسساته ليعود دوره الريادي كعمود من أعمدة الاقتصاد الوطني. وأضاف بأن بناء مبنى إدارة فرع شركة النفط بمحافظة شبوة بجميع ملحقاته وكذا محطة نموذجية يأتي في إطار جهود الوزارة للرفع من مستوى عمل شركة النفط بالتعاون مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة. تنفيذا توقيعات فخامة الأخ الرئيس حفظه الله المشير الركن عبد الرب منصور هادي بالنهوض بالقطاع النفطي وبناء مؤسساته والعودة إلى الدور الريادي التي تقوم به القطاع النفطي في البلد. ها نحن اليوم في شبوة نضع حجر الأساس لبناء فرع شركة النفط اليمنية في محافظة شبوة، وبدعم من السلطة المحلية ممثلة بالأخ محمد صالح بن عدوي محافظ محافظة والأخوة الإدارة العامة في شركة النفط نضع اليوم حجر الأساس، وبإذن الله سيكتمل البناء قريبا بجهود الأخوة في شركة النفط. وهذه هي تعتبر خطوة أولية، وهناك عدة خطوات قادمة إن شاء الله في المستقبل القريب. أشكر الأخ وزير النفط والأخ محافظ المحافظة على الدعم لشركة النفط. اليوم قمنا بحجر وضع حجر الأساس لمبنى الشركة ومحطة نموذجية في عتق، بالإضافة عندنا مشاريع يعني إضافة 4 محطات في. إلى ذلك كشف وزير النفط أوس العود عن وجود بوادر لدخول حقل S1 النفطي وقطاع جنة هند إلى العمل في الأشهر الثلاثة المقبلة، منوها بأنها ستسهم في رفع معدل تصدير النفط، الأمر الذي سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني. طبعا في هناك بوادر يعني وفي مؤشرات كبيرة لإعادة تشغيل القطاعات النفطية ومنها قطاع S1 ومنها قطاع جنة هند. وكما يعلم الجميع أنه قد تم إنجاز وبناء أنبوب النفط من قطاع جنة هند إلى غرب عياد وتم إنجازه، ونحن الآن بصدد تشغيله. وهناك الكثير من إعادة الإنتاج من شركة صافي برضو عبر الأنبوب الجديد. فأتوقع أن إن شاء الله خلال الثلاث الأشهر القادمة بالكثير سترون إنجاز حقيقي في عودة القطاع.
دشن وزير الثروة السمكية فهد كفاين عملية توزيع 20 قارب صيد على الصيادين في الشريط الساحلي بشبوة والمقدمة من البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن. وخلال التوزيع الذي حضره وكيل المحافظة الدكتور عبد القوي لمرق، رحب الوزير كفاين بأول مساعدات خاصة لصيادي شبوة والمقدمة من البنك من البرنامج السعودي، مثمنا دعم المملكة السخي لمختلف القطاعات في اليمن. كما دشن الوزير كفاين 3 برامج تدريب ل300 صياد في الشريط الساحلي بمديرية رضوم، والتي تنظمها الوزارة بدعم من منظمة الفاو. باسم الصيادين والحكومة اليمنية نتقدم بالشكر الجزيل إلى برنامج الإعمار السعودي، وإن شاء الله عز وجل ستكون في دفعات أخرى. هناك اهتمام من الحكومة بالصيادين بصورة عامة وخاصة صيادي المحافظة شبوة. أيضا سيتم تأهيل مركز الإنزال السمكي في بئر علي، وسيتم إنشاء مركز آخر في عرقة. أكرر شكرنا للمملكة العربية السعودية. أهمية هذه القوارب تنقل نقلة متطورة الصيادين إلى أن يرفدوا السوق بما يحتاجه من أسماك، وهذا يعزز اقتصاد المحافظة بشكل خاص والدولة بشكل. وافق مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن على توصية مجلس النواب بشأن صيانة الحقوق والحريات العامة ومنع أي ممارسات خارج إطار القانون وتفعيل دور النيابات والمحاكم. وأقر المجلس منح الدرجات القضائية لخريجي معهد القضاء في المغرب وتسوية أوضاعهم. واتخذ المجلس عددا من القرارات الهادفة لرفع مستوى القضاة وأعضاء النيابة ورفع كفاءة عمل المحاكم والنيابات وأعضاء السلطة القضائية. هذا وتشاهدون في النشرة أيضا، طلاب تعز يجددون رفضهم لرفع رسوم الدراسة. البكري يتفقد المنشآت الرياضية في سيئون. جدد طلاب محافظة تعز رفضهم لرفع رسوم الدراسة في الجامعات الخاصة وكذا النفقة الخاصة بالجامعات الحكومية. ونظم الطلاب وقفة احتجاجية أمام مقر السلطة المحلية لمطالبة الجهات المعنية بالتدخل لوقف عملية ارتفاع رسوم الدراسة. طلاب الجامعات، اتحاد طلاب الجامعات الخاصة، خرجنا اليوم للمطالبة بإيقاف قرار الجامعات برفع سعر صرف الدولار من 300 إلى 400، لأن هذا القرار سيؤدي إلى تسربنا عن التعليم وعدم قدرتنا على دفع تكاليف إضافية. كما نناشد وزارة التعليم العالي ورؤساء الجامعات أن يتحملوا مسؤوليتهم في هذا الخصوص وأن يكونوا عونا لنا لا علينا. وجه مدير عام التربية والتعليم في محافظة تعز عبد الواسع شداد مدارس المحافظة بالتجاوز مع الطلاب بخصوص الزي المدرسي نظرا للأوضاع التي تعيشها المحافظة واستمرار الحصار والقصف الحوثي على المحافظة. نظرا لما تعانيه وتعيشه محافظة تعز ولكثرة الشكاوي التي وصلت إلينا من أولياء الأمور، وجهنا إخواننا وأخواتنا في الإدارات المدرسية لعدم الإصرار وعدم إخراج الطالب سواء من الطابور الصباح أو من داخل الفصل الدراسي بسبب الزي المدرسي، وأيضا بعدم قبول الزي المتنافي مع الفصل المدرسي، أيضا أن يكون زي مناسب ومقبول ومشابه للزي المدرسي، وذلك نظرا للظروف المعيشية التي تعيشها محافظة تعز. دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام محمد السعيدي مشروع توزيع 37,000 كرتون تمر بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر الشريك المنفذ شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية بوادي حضرموت. وخلال التدشين ثمن الوكيل المساعد جهود وتدخلات الأشقاء بالمملكة العربية السعودية ومركز الملك سلمان في المجالات الإنسانية والإغاثية، والتي تسعى إلى تخفيف معاناة المواطن في ظل الظروف المعيشية الصعبة. وقال مدير عام شبكة النماء عبد الوهاب نصر إن التوزيع اليوم بسيئون هو امتداد لتوزيع المركز لقرابة 5,000 طن من التمور على عدد من المحافظات المحررة. تفقد وزير الشباب والرياضة نايف البكري ومعه وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري
تفقد أستاذ سيئون الأولمبي وصالة الفقيد علي بمعبد الرياضية بمدينة سيئون، واستمع البكري والوكيل الكثيري ومرافقيهما خلال جولتهم إلى شرح من مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بحضرموت الوادي والصحراء رياض الجهوري على الجهود التي بذلت مؤخرا لتعشيب الأستاذ، منوها إلى أن الأستاذ الأولمبي يحتاج إلى مزيد من الاهتمام والرعاية كونه واحد من المشاريع الرياضية الضخمة بالمحافظة ويتسع ل30,000 متفرج. كما تعرف الوزير على مكونات صالة الفقيد بمعبد الرياضية والتي تتسع لنحو 4,000 متفرج وتستوعب الفعاليات الشبابية والرياضية والمؤتمرات، فضلا عن تدخل الوزارة والسلطة المحلية لتلبية احتياجات الصالة الضرورية. كانت زيارتنا أيضا في ظل اهتمام الوزارة وفي ظل أيضا اهتمام كبير توليه السلطة المحلية برئاسة الأستاذ عصام وأخوانه وما تبقى أيضا من أعمال سيتم أيضا العمل فيها خلال الفترة القادمة، والتي أيضا لدينا الأخوان في قطاع المشاريع الذي أيضا هم موجودين معنا اليوم في سيئون، سواء كان في بعض المنشآت التي تختص بالملعب الرياضي وكذلك الصالة الرياضية التي نحن متواجدين فيها. سنكمل أيضا ما تبقى من تأهيل لهذه الصالة التي ستكون متاحة أمام الشباب وأمام القطاعات والأندية الرياضية لتمارس جميع أنشطتها وجميع أيضا فعالياتها. قال مدير مكتب الشباب والرياضة في تعز إن المحافظة ستشهد عددا من الفعاليات الرياضية احتفاء بالذكرى 57 لثورة 14 من أكتوبر. احتفاء بالعيد الوطني 14 من أكتوبر وبرعاية كريمة مع وزير الشباب والرياضة أستاذ نايف البكري ومحافظة تعز أستاذ نبيل شمسان، سندشن خلال اليومين القادمين بطولات في عدة ألعاب منها كرة القدم والطائرة وكرة اليد والشطرنج والتنس والسباحة. احتفاء بالعيد الوطني 14 من أكتوبر، أيضا تزامنا مع العيد الوطني 14 من أكتوبر سندشن افتتاح الصالة الرياضية المغلقة لجامعة تعز والذي وقعناها في بروتوكول التعاون مع جامعة تعز كصالة مشتركة لإقامة البطولات الرياضية للاتحادات والجامعات غيره. اختتمت اليوم بطولة البلياردو في محافظة تعز لفئة الشباب والناشئين بمشاركة 7 أندية، وذلك احتفاء بالعيد 58 لثورة 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر. تأتي هذه الأنشطة ضمن الأنشطة الرياضية التي تشهدها المحافظة تزامنا مع احتفالات الشعب اليمني بالأعياد الوطنية، وتقام في تعز مختلف أنواع الأنشطة الرياضية رغم الحصار والحرب التي تشنها الميليشيا على المحافظة. رعاية كريمة مع وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف البكري ومحافظة تعز الأستاذ نبيل شمسان، نختتم اليوم بطولة البلياردو والتي دشناها تزامنا مع العيد الوطني 26 سبتمبر. إن شاء الله خلال اليوم القادم سندشن بقية البطولات الرياضية كرة اليد والطائرة والشطرنج والتنس تزامنا مع العيد الوطني 14 أكتوبر. النشرة انتهت، وهذا تذكير بأهم عناوينها. قوات الجيش الوطني والمقاومة تواصل التقدم في مختلف جبهات الجو والميليشيات تتكبد خسائر فادحة. القوات المشتركة تطبق الحصار على الميليشيا في مركز الدريهمي والخارجية تدين التصعيد الحوثي. الميليشيا تواصل الزج بالأطفال في محارق الموت واليونسيف تنفي مزاعم الحوثيين حول لقاحات التحصين. في ختام النشرة لكم مني أطيب المنى، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل. يمكنكم متابعة برامجنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب وتليجرام. في رعاية الله.